بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم متابعي بكم سبور وين ما كنتم. رجع موضوع يوسف البلايلي ليطفو على السطح من جديد بعد ما حكينا على الموضوع هذا وعلى الملف هذا في عديد المرات وعديد الفيديوهات اللي تحدثنا على قرب يوسف البلايلي من الترجي الرياضي التونسي. تطورات المفاوضات مع يوسف البلايلي بين مؤكد على عودة يوسف البلايلي وبين من ينفي هذا الخبر، صار تطور جديد من البارح لليوم. فما حديث بين وسائل الإعلام الجزائرية ووسائل الإعلام التونسية على عودة يوسف البلايلي إلى الترجي الرياضي التونسي من جديد. نرجع ونحكيه على الموضوع هذا كما قلت لكم بتفاصيل جديدة بمعطيات جديدة. المعطى الأول اللي باش نحكيه عليه في فيديو اليوم هو أنه يوسف البلايلي البارح صارت جلسة بينه وبين رئيس مولدية الجزائر وطالب وكيل اللاعب اللي هو والده بترفيع الأجر السنوي ليوسف البلايلي مع امتيازات مالية أخرى مع عديد الامتيازات اللي تخص اللاعب في مشواره مع الفريق الجزائري. المفاوضات هذه ما مشاتش كما يحب يوسف البلايلي والده. رئيس المولدية كان رفض الترفيع في الأجر نتاع يوسف البلايلي، كيف كيف اللاعب عبر على رغبته في مغادرة الفريق ويحب يغادر إلى الترجي الرياضي التونسي، واعطاهم مهلة من هنا ليوم الأحد إذا باش يوافق رئيس المولدية على الامتيازات الجديدة والترفيع في الراتب السنوي والراتب الشهري للاعب. سينو يوسف البلايلي باش يجي نهار الاثنين لتونس من أجل إتمام المفاوضات مع الترجي الرياضي التونسي. ولكن التطور الثالث واللي حصل بصفة رسمية تقريبا منذ بضع ساعات أو منذ ساعة وساعتين أنه يوسف البلايلي عبر على رغبته في البقاء في مواصلة المشوار، وفما تنازلات باش يقوم بها اللاعب مع الفريق الجزائري من أجل أنه يواصل المشوار مع فريق مولدية الجزائر، وتحدث كذلك على مشاركته في رابطة الأبطال الإفريقية في الموسم القادم مع الفريق هذا، ووعد الجماهير باش أنه يتوج باللقب القاري مع الفريق هذا. يعني مسلسل يوسف البلايلي قاعد يتواصل، مسلسل يوسف البلايلي قاعدين هو في حد ذاته قاعد يضغط بالترجي الرياضي التونسي بعلاقته بالترجي الرياضي التونسي على فريقه وعلى رئيس جمعيته الجزائري. هذاك علاش نحب نأكد لكم مرة أخرى، للأسف يلقى روح الواحد ديما يحكي في نفس الموضوع ونعود ونحكيه في الموضوع هذا كما قلت لكم، لأنه فما تطورات جديدة وتطورات رسمية كما حكينا، وصارت جلسة بين اللاعب وبين الرئيس متاعه. البلايلي عبر على رغبته في المواصلة مع الفريق الجزائري، وإن شاء الله الموضوع هذا يتسكر نهائيا، لأنه هو قاعد يستغل في حكاية الترجي الرياضي التونسي في جيانه للترجي الرياضي التونسي باش يضغط على الفريق الجزائري ويعمل في بوليميك كبيرة صراحة. كما قلنا من البارح لليوم فما برشا حديث وبرشا وسائل إعلام جزائرية تحدثت، من بينها قناة الهداف الجزائرية القناة الشهيرة المعروفة تحدثت على أنه البلايلي وافقت إدارة المولدية على العرض المقدم من الترجي الرياضي التونسي لتبلغ قيمته 500,000 أورو. ولكن اليوم وتم تأكيد الخبر بصفة رسمية منذ تقريبا ساعة من الآن على أنه يوسف البلايلي باش يواصل المشوار مع مولدية الجزائر، وباش يعمل هو زبيد وتنازلات وزوز أطراف باش يلقاو صيغة للتفاهم من أجل مواصلة البلايلي المشوار مع فريقه الجزائر. في نفس السياق فما حديث كذلك على بعض الأسماء كما محمد أمين بن حميدة، عنده عروض من فرق جزائرية، فريق اتحاد العاصمة الجزائرية اللي دربه نبيل معلول يرغب في انتداب محمد أمين بن حميدة، كيف كيف لمهاجم الترجي الرياضي التونسي محمد علي بن حمودة عنده عرض من الفريق هذا. حسام الدين غشة بنسبة كبيرة زادة باش ينتقل لفريق اتحاد العاصمة. دونك نبيل معلول قاعد يفاوض في بعض الأسماء. فما حديث ولكن حاجة مش مؤكدة على أنه غيلان الشعلالي ربما زاد يكون قريب من أحد الفرق الجزائرية. ننتظر من هنا الأيامات القادمة شنو باش يصير في الموضوع هذا. الاتحاد الجزائري لكرة القدم غير بدوره قانون الأجانب من 3 لاعبين إلى 5 لاعبين، وعندهم زاد تمشي باش يغيروا القانون الخاص باللاعبين المغرب العربي كما صار في تونس قبل، يحسبوهم لاعبين محليين، وبالتالي برشا أسماء من تونس باش نشوفوها في البطولة الجزائرية في الفترة القادمة، من بينهم كما قلنا لاعبي الترجي الرياضي التونسي
اللي مازالوا ما لقاوش معاهم صيغه لتجديد العقود. نفس الشيء للمدافع هاني عمامو اللي عنده عروض فرق عديده منها تونسيه، والعرض الابرز حاليا هو فريق الرجاء المغربي. الرجاء يرغب في انتداب هاني عمامو، ربما اللاعب باش يتنقل النهارين هذو من المغرب من اجل ادمام المفاوضات. والنجم نشاهدوا هاني عمامو مع الفريق المغربي. اذا متابعينا الكرام، متابعي بكام سبور، هذه اخر التطورات الخاصه بيوسف البلالي والخاصه بلاعبي الترجي الرياضي التونسي اللي ما لقاش معاهم الهيئه حل الى حد الان من اجل تجديد العقود المواصله او المغادره. شكرا لكم على حسن المتابعه والانتباه، ان شاء الله نتقابلوا في فيديو جديد.